برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته السابعة من دور الانعقاد السنوي الثاني للفصل التشريعي الخامس، وقد أدلى سعادة المستشار راشد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بتصريح شمل على أبرز ما دار في الجلسة، مستعرضا رد سعادة وزيرة الصحة على سؤال حول خطط الوزارة لمكافحة الحشرات المنتشرة في المستنقعات وأماكن تجمع المياه، ثم ناقش المجلس مجموعة من المشاريع والاقتراحات برغبة، وقد وافق على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج بين حكومة مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة إين البحرين بي في، كما وافق المجلس على عدد من الاقتراحات والمشاريع، وبصفة الاستعجال وافق على طلب إصدار بيان بشأن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها أرض دولة فلسطين المحتلة. كان عندنا نقاش اللي هو التصويت على مرسوم قانون الاكتشاف النفطي والاتفاقية اللي تمت بين هيئة النفط والغاز مع الشركة الإيطالية. حكومة مملكة البحرين ما بيكون عليها أي التزام في هذا الاكتشاف أو البحث، وهذا الاكتشاف في مخاطرة في أن يحصلون آبار نفط من عدمه، وبعد ما يكون الاكتشاف موجود أو يحصلون آبار النفط راح تكون حصيلة البحرين من كل برميل في أسوأ يعني الأسعار 67% من سعره، وفي أفضله يوصل له 81%. فطبعا هاي الشيء اللي يهمنا احنا كلجنة اقتصادية وكبحرين، شنو راح يكون الرافد والمردود الاقتصادي للبلد. خلال جلسة اليوم ناقش المجلس الاقتراح برغبة بخصوص تسمية دوار ألبا سابقا إلى طبعا شارع تقاطع شارع الملك حمد، وقد استعرضنا موافقة جلالة الملك الذي وجه مشكورا بتسمية التقاطع باسم تقاطع شارع الملك حمد، ونثمن هذه التوجيهات الملكية السامية من جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وإن شاء الله ستتحقق الرغبة على أرض الواقع.